لكن اللي انضموا لنا عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رأيك بهمنا. قسوة الشتاء على اللبنانيين بظل أزمة طاقة تزيد من تعقيد يوميات وتفاقم من أزمات المعيشية. برنامج رأيك بهمنا يرصد شتاء اللبنانيين من شح الموارد وغلاء أسعار الوقود بظل الظروف اللي عم نعيشها جميعا مستمعينا ومشاهدينا. عم نعيش لبنانيين دائما كلبنانيين مستمعينا ومشاهدينا بأقصى الظروف والأزمات المتعددة، خصوصا مع هذا الطقس الشتوي. يمكن هاليومين فسحت شوي يعني، ولكن عم بتكون الأمور ليست بالسهل على اللبنانيين، خصوصا الناس اللي يقطنون بالبلدات والمناطق الجبلية النائية اللي فيها كتير من البرد، وحتى على صعيد بيروت ما بيكون الطقس دافئ بهيك أحوال شتوية بالإجمال. كيف عم بيدبر اللبنانيين أمورهم بطبعا خصوص الدفء وتحصيل الوقود؟ لي بهدف الدفء كيف عم تكون المونة اللبنانية؟ هل هي مجهزة بكفة البلدات والمناطق اللبنانية بظل غلاء الأسعار اللي عم نشهده؟ هل كانوا قادرين أنه يحضروا مونة كالمعتاد مثل السنوات الماضية بظل غلاء المواد الأولية وكافة التفاصيل الخاصة بالمونة؟ لا نحكي أكثر ونتشارك أكثر. بنضم لنا بداية الأستاذ جعفر سلامي الخبير المالي. أستاذ جعفر يسعد أوقاتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك، مرحبا. يا هلا، برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك بهمنا. حلقتنا لليوم أستاذ جعفر تحت عنوان شتاء بلا دفء ووقود. كمواطن لبناني كيف عم بتشوف أنه هالشتوية عم تقطع على اللبنانيين لهذا العام؟ يعني بالبداية ما فينا نحس بوجع كل اللبنانيين مثلنا مثل جميع الناس. الوضع الاقتصادي الضاغط على الجميع عم بيكون أكيد رح يأثر على قدرة شرائية للمواطن من كافة الجوانب المعيشية الحياتية الاستهلاكية، أدت لتغييرات جذرية بطريقة العيش والاستهلاك للأسف في لبنان. اليوم هالحالة اللي عم نعيشها، الحالة اللي هي غير مستقرة أبدا، أثرت على نوعية أكل المواطن، على نوعية الأشياء المستهلكة اللي كان يستهلكها. للأسف يعني هيدي الحال الضغطة جدا على الجميع، وأكيد أثرت من كافة الجوانب.
كيف بتشوف اليوم اللبنانيين من ناحية الدفء والوقود؟ هل فعلا عم يقدروا يحصلوا على دفء أو يحصلوا على طاقة يدفوا من خلالها بظل غلاء الأسعار والطاقة والوقود، خصوصا حضرتك ذكرت أنه هني عندهم أصلا مشكلة بالمواد الاستهلاكية بنوعية غذائهم، فكيف بالوقود اليوم؟ وهذه مشكلة تضاف إلى المشاكل والأزمات اللي عم نعيشها جميعا. صحيح، يعني اليوم نحن على بواب موسم شتاء، المواد اللي هي مواد التدفئة سواء كانت محروقات أو حطب، اليوم هي تعتبر من المواد الأساسية لبعض المناطق. نعم. يعني هي مواد حياتية أساسية مثل الأكل، بدونها ما في يستمر، خاصة عم نحكي مناطق جبلية اللي بيكون فيها درجات حرارة يعني مساء توصل تحت 10 وأحيانا للصفر. الطبيعي حيكون التأثر وخاصة في ظل التدهور العملي أو التضخم بعملتنا، خلت القدرة الشرائية تأثر على القدرة لندب المواطن يشتري هيدي المواد سواء كانت محروقات أو حطب مثل ما ذكرنا، خاصة لأنه هيدي مواد مستوردة، نحكي المحروقات مستوردة يعني سعرها بالعملة الأجنبية بالدولار، فمن المؤكد أثرت بشكل طبيعي عليهم. يمكن في ناس اليوم مش قادر تجيب هالتانكة المازوت اللي بتكلف صارت اليوم يمكن 1,000,000 ليرة، ويمكن بهالمناطق اللي عم نحكي عنها يعني بفصل الشتاء مضطر انه يمكن يضل التدفئة على مدار الساعة، يعني يمكن بنهار يكون عنده مصروف اكثر من 20 لتر مازوت، في كتير ناس مش قادرة تأمنها. كخبير مالي وأكيد عندك يعني تفاصيل عن أسعار الوقود والطاقة اليوم، سواء الحطب سواء المازوت سواء البنزين سواء الكثير من الأمور اللي بيعتمدوها الناس لحتى يدفوا، هل من السهل أنه ناس اليوم أو عائلة لبنانية يمكن قدرة شرائية كتير ضعيفة عند الكثير من الأزمات تقدر تحصل على شيء من الدفء والوقود بظل هالأزمات اللي هي عم تجتاحها إلا في حال حدا ساعدون؟ حتما مش الكل قادر يأمن هالمواد المحروقات للتدفئة، حتما اليوم إذا ناخد هي شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، ممكن يكون قطاع عام، ممكن يكون بالسلك العسكري، يعني رواتب بالليرة اللبناني بشكل محدود، يعني راتبه اليوم للموظف يمكن ما بيشتري له صار تانكتين أو 3 تانكات مازوت، هذا الراتب اللي بده يستعمله لأكله وشربه وتنقلاته بالإضافة للمحروقات. حتما ما في قدرة، يعني اليوم أساسا الشكل الاستهلاكي أو الحاجة الاستهلاكية للمواطن كان قبل الأزمة، كان المواطن يمكن بهي المناطق اللي عم نحكي عنها كان ياخذ يعتبرها مولي مثل المواد الغذائيه، بمون لموسم الشتاء ممكن يكون عنده خزان، بيعرف حاجته السنويه استهلاكه بهذا الموسم 3 اشهر كان يعبي خزانه يستهلكه كل الشتاء، اليوم حتما صار الشراء على قاعده يمكن يضطر يشتري بالليتر يوما فيوما اذا قدر يشتريها. إذا قدر اشتريها صار عم بيأنن أساسا بمصروف عنده داخل البيت للتدفئة، يعني صار مضطر يطفي آلة التدفئة سواء كانت فوبيا أو أي شيء ثاني، حتما ما عم يدورها كل الوقت، صار يدورها يمكن بأوقات إذا عنده أولاد صغيرة بالوقت الصباحي وقت بيظهروا على المدرسة أو عشية قبل ما يناموا، يعني في عنا صار فترات خلال النهار هو عايشها بدون تدفئة، عم بيعتمد يمكن على اللباس فقط لا غير، يقدر يكفي او يقدر يستمر. نعم. بدون دعم اكيد ما في امن حاجته السنويه من المواد المستعمله بالتدفئه محروقات، يعني حتى لو حكينا عن الحطب او حكينا عن الخشب اللي هن الناس بتحاول انها تستعين فيه كمان اليوم منه رخيص، حتى الحطب والخشب سعره منه رخيص، مش كل الناس قادره تشتريها لانه بتنباع كمان باسعار، وبالأسف كل شيء صار عنا بالدولار دولار أكيد أكيد مش الكل قادر يشتري هاي المواد، يمكن عم يضطر ما بعرف إذا عنده ممكن شجرة يستغني عنها مقابل أن يدفع عائلته وولاده، ممكن يروح يقطع الشجرة ويدفع حاله. أكيد ما رح مثل المحروقات، يعني عم نحكي كسعر ما بتفرقه كتير بتصور، لبل أنه
فيك تقول انه اللي بيستعمل الحطب عمليا كمان مصروف الحطب ممكن يكون اكثر من المازوت. يعني صحيح. المازوت تدفئته بطبيعه احتراق والاخرين ممكن يدفي فترات اكثر تدوم اكثر. فالحطب احسنت الحطب لا بيكون بحاجه لحطب اكثر. فبالحالتين ما عنده القدرة لأنه يشتري ويأمن هاي المواد. طيب على صعيد الشتاء دائما أستاذ جعفر الناس تحتاج إلى الموني لأنه بيكون الطقس بارد وبيكون في الشتي ممكن يكون في ثلوج وأكيد يعني سواء بالمناطق الداخلية بالمناطق النائية البلدات اللبنانية البعيدة اللي هي ممكن يكون فيها ثلوج تحصرها الثلوج اعتادت هذه يعني كثير من المناطق اللبنانية على مونة الشتاء. وطبعا مش بس لأنه ما بتقدر تطلع من بيوتها لأنه كمان هذه الأنواع ما بتكون متواجدة وفيها قيمة غذائية بتعوضنا وبتساعد أجسامنا على الطاقة والقوة بفصل الشتاء وبتساعدنا على الدفء كمان. في كتير من الأمور الغذائية هي بتدفي أكثر أجسام الناس. اليوم أداء الموني كمان ليست بمتناول جميع العائلات اللبنانية يمكن حل فصل الشتاء والناس يدوب عاملي أنواع موني معينة بكميات قليلة لأنه بالنهاية صارت مكلفة جدا وما عادوا قادرين كعائلات لبنانية يكونوا جاهزين لفصل الشتاء مع تحضير هذه الموني. صحيح. اليوم بالبداية مثل ما قلنا أنه الطريقة الاستهلاكية لمعظم المواطنين اللبنانيين تغيرت. يعني اليوم مثل ما تفضلت لحضرتك كان معظم العائلات اللي عايشة بالمناطق الجبلية معتمدة أو يعني تصرفاتها الاستهلاكية كانت تتمون عن هذا الموسم بشكل كامل من بداية الموسم. يعني بنهاية الصيف بتكون عم بتمون هالمواد الأساسية اللي بتعتمدها كل البيوت برغل كشك إلى آخره. اليوم حكما هيدي مثل أي صنف استهلاكي تاني بدها يتأثر المواطن بكمية استهلاكة ما عاد يقدر يمون بكميات كبيرة صار مضطر يمكن يشتري حاجته اليومية لأنه كمان مواد ماكل فيه وهي المواد مسعرة للأسف بالدولار. يعني إذا كان بده يعمل ناخد مثال الكشك مثلا بده يستعمل فيها البرغل واللبن بده يطحنها بالمطحنة كله صار هيدا أسعاره صارت جدا مرتفعة ما عاد عنده قدرة أن يخزن بهالكميات المطلوبة عنده لتكفي للموسم. حتما كمان صار في نقص بهذا التموين والتخزين عنده صار عم يعتمد على شراء حاجته يوما فيوما أو أسبوعيا أو شهريا. هذا الشيء كمان يعني عم يعطي طابع جديد للشتي من ناحية الموني اللبنانية أنواع هذه الموني الكميات اللي صارت تتحكم فيها الأزمة ويمكن في الكثير من الأمور استغنوا عنها الناس. في بعض الأصناف الاستهلاكية اللي كانت تعتبر أساسية يمكن اليوم صارت تعتبر هذه مثل مواد فيك تقول يعني كمالية اللي صار يعني خاصة الألبان والأجبان صار اليوم مش كل العائلات قادرة تستهلك هيدي الأصناف بالكميات اللي كانت تستهلكها. اليوم صارت كمالية بالنسبة له عم بيتجه لأصناف تانية يمكن كلفتها أقل بزيد استهلاكه فيها تقدر يستمر. أكيد يعني الأوضاع اللي عم بيعيشوها اللبنانيين صارت طبعا مختلفة عن السابق ولا شك أنه شتاء بلا دفء بلا وقود بلا موني منه شتاء بسهل لأنه يعني الإنسان بفصل الشتاء بيمرض بينتكس صحيا كتير بسبب الطقس وبسبب البرد وهو بحاجة للغذاء بحاجة للدفء حتى يقدر يكمل يعني الفصل الشتوي اللي بيكون شتوي بامتياز. أستاذ جعفر سلامي كخبير مالي شكرا كتير لمشاركتك معنا ضمن حلقتنا لليوم عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن رأيك بهمنا. شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك دائما. شكرا أهلا فيك. الله معك. يعني فعلا تختلف اليوم المقاييس بالتعاطي مع الشتاء اللبناني والشتوية اللبنانية لدى اللبنانيين بتعاطيهم لدى
حصول على الدفء، حصول على الوقود، حصول على الطاقة حتى يقدروا يعني يكونوا يمكن بأمن وصحة وعافية بعيدا عن الأمراض، لأنه الشتاء والبرد أكيد بيخلي الإنسان يمرض، والدفء بيحمينا من الكثير من الأمراض، وأيضا المونة اللبنانية تدعمنا بكثير من الأحوال ببركتها وقيمتها الغذائية بهذا الفصل الشتوي. لا نحكي أكثر ونتشارك أكثر مستمعينا ومشاهدينا، بينضم لنا الأستاذ يحيى الزعبي ناشط اجتماعي من منطقة عكار. أستاذ يحيى يسعد أوقاتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح المستمعين، أهلا فيك. هلا فيك، برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وأيضا عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك بهمنا. يعني حلقتنا لليوم استاذ يحيى تحت عنوان شتاء بلا دفء ووقود، شو بيعني لك هالعنوان؟ حقيقة أنا قبل ما نبلش شتاء بلا دفء أو وقود، نحن كنا بعكار من شي 5 سنين، يعني 17-18، نعم، كان عندنا شيء اسمه مونت الشتوية، استعداد للشتوية، يعني صيانة للسقف في البيت، تحضير المازوت، تحضير الحطب، تحضير المواد الغذائية، تحضير الغاز، الألبسة، هذه كانت الاستعدادات. يعني الشتوية كانت تاخذ حيز كبير من حياة العكاري، طبعا لأنه في عنا شتي وفي عنا ثلج وعنا برد. بس بعد هالحالة السوداوية اللي عم نعيشها، هالانهيار السريع جدا وجنون الدولار، يعني مين بقى بيشتري تانكة المازوت بمليون ليرة؟ يعني تانكة المازوت تقبل مليون ليرة، ربطة الخبز ب25,000، أي استعدادات بدها تكون؟ مين قادر يستعد لفصل الشتاء؟ مين قادر يعيش أكثر من يومه؟ صراحة إذا نحن اليد العام لعنا ب150,000 200,000 وربطة الخبز ب25,000، وإذا عنده خمس بس بعائلته 5 سنطر حتقديهم. نحن اليوم استاذ هادي بعكار عم نعيش حالة تقنين وتكشف قاسي جدا، كهرباء ما في، مي عم تنقطع كثير، طبعا التدفئة فيها تقنين للي قادر يجيب مازوت وغاز. يعني اليوم الدفئة ما بتشتغل 4-5 ساعات، لا، في بروجرام انت بتشتغل، اذا انظر انت تجيب أنية الغاز او تانكة المازوت تشتغل ساعتين بس، ما بيحق لك أكثر من هيك. الناحية الثانية حتى الاغتسال ما فيك تتحمم ساعة البدك، كهرباء ما في، كيف بدك تأمن المي سخنة؟ تصور اليوم بتعطيل المدارس الرسمية، الأطفال عم يروحوا على بساتين يجيبوا حطب ليشعلوا دفاية الحطب ويشعلوا ويسخنوا عليها مي ليتحمموا، يعني ما هي بديهيا مرة بالأسبوع إذا كان عنده حطبيته. طب إذا نحن في عنا الاغتسال مرة بالأسبوع، شو بينتج على عدم الاغتسال بشكل طبيعي؟ أمراض صحية، أمراض صحية الجرد، يعني بلشت حالات الجرد تظهر، وهذه مؤشر كتير رديء ما كتير بيطمن. نحن ما في عنا أمن غذائي في عكار، في جوع، ما في أمن غذائي، ما في أمن اجتماعي، معادلة موجودة، حالات السرقة عم تتكرر، حالات التشليح عم تتكرر. يعني تصور لما بيقول له قبل ابنه يجيب لك شوية ليمون من جار من بستان جارك، شو معنى؟ ما بيقدر يشتري كيلو ليمون حقه 30,000. حالة صعبة جدا عم نعيشها، لو صيف أسأل شوي من الشتوية، برد، ما في تدفئة، ما في مواد غذائية، بتعرف غذاء الشتاء غير غذاء الصيف. صحيح، يعني بده حبوب ومحبوب مشان يعطيه شوية طاقة. مش متوفرة. نحن في عنا عيال عم تاكل وجبة باليوم، وجبة وحدة، معقول وجبة وحدة لعائلة تاكلها باليوم؟ ما، يعني حالي صعبة جدا جدا عم نعيشها. ومثل هذا لبنان كله، بس عكار لأما مش موجودة على خريطة الإنماء بالدولة. نعم، عندك كان الكثير من المشاكل والأزمات سابقا وما زلنا مستمرين، أصلا في حالة تهميش، مش موجودة على خريطة الإنماء عندنا، عكار مش موجودة، وهي ومناطق ثانية في لبنان مش بس هي، يعني
بس هي هذا حالي صعب يا رب لي كيف. نعم. زي في عندك ضغط النزوح، إذا عندك كثير أمور عملت عنا حالي صعب جدا، حالي صعب جدا. إذا اليوم رب الأسرة يوميته 150,000، كيف بده يطعم ولاده إذا 5 أشخاص؟ من وين يطعم ولاده؟ 150,000 ما حتجيب له دنكة الميزوت حقها مليون وشوي. يعني كيف ما هو قادر يتدفى، ما هو قادر يطعم ولاده بشكل مضبوط. طبعا بنشوف حالات السرقة عنا بعكاظ، ويوميا عندك حالات سرقة حتى عم تصير بالنهار مش بالليل. وهذا مؤشر كثير خطير انه اليوم مرأة بوضح النهار، بوضح النهار ست مرأة عم موتوسيكل اثنين بيوقفوا بيشلحوا حواجز انا وانت ماشي. انت مش مبقاتك امين، مبقاتك امين ست نعم. بالنهار مش بالليل. طب هذا شو اللي دفع على السرقة؟ الحاجة طبعا وهالوضع الأمني المتفلت طبعاً. نعم أستاذ يحيى، لما بتعدوا من بعض عائلات عكرية بتتحدثوا قدي الوجع كبير، قدي المعاناة كبيرة، إنه الناس مش قادرة تدفي ولادها، تدفي بيوتها، وخصوصا يعني الطقس منه سهل، عم بيكونوا في برد بالإجمال، درجة حرارة يمكن 8 الصبح 8 درجة الحرارة، درجة حرارة 8. نحن عم نقعد يعني بصراحة في مبادرات فردية، مبادرات بسيطة، مبادرات فردية قديش بدها تدوم، قديش بده يتحمل الواحد. يعني مثلا إذا مثلا كل شخص قلنا له أنت عليك لم ترد 100,000 نعطيها لجارك، بس قديش قادر يتحمل المبادرات الفردية؟ نعم. فضلا في غياب، في غياب للمنظمات المانحة، في غياب للجمعيات، في غياب صراحة، في غياب. نعم. هذا الغياب له أثر سلبي كثير. عم يزيد الحوالي سوء. طيب اليوم اليوم البلدات، في بلدات عكرية بتنقطع عن البلدات الأخرى بسبب الثلوج طبعا. الارتفاع لكن لما يكون مثلا في مناطق جبلية مين قادر يوصل لهذه صراحة؟ مين قادر يوصل له؟ لما مثلا بدنا نقول مثلا في نايدي تلجت فيها، نايدي نقطة انعزلت عن العالم الخارجي اللي حواليها، ما بقى قدم الطفل فيها. يعني بتسمن بتحكي على التليفون شو القصة عندكم؟ مقطوعة. طب اوكي مقطوعة، كيف بدك توصل له؟ نعم. ربطة خبز، كيف بدك توصل له ربطة خبز؟ ما في اكتفاء ذاتي، ما في، ما انا قادرين يكون في عندنا اكتفاء ذاتي بالبلدات. نعم. طيب كيف 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 بيدبروا امورهم بهذه الاحوال اذا ما عم بيكونوا جاهزين بالدفء بالوقود بالمونه؟ بصراحه يعني عم يطلع مثلا بالنسبه للتدفئه عم يطلع يقص شجره مثمره، بيقول لك انا بدي اتدفى ما بموت انا ولادي من البرد، بدي اقص شجره مثمره من شجرات وتفاحه زيتون لوز بدي اقصها ويتدفى علي. ما هو قادر يعمل غير هيك. حتى بكل صراحه انا اذا بشوف واحد بالبستان عندي عم يقش شجره وسالته ليش اللي بده يدفي ولادي شو بدي احكي انا معه؟ نعم. من يقدر احكي معه؟ ما بقول له تكرم عينك قد ما فينا احكي معه شيء. للاسف الوضع هالقد عم بيكون صعب ونعم يعني الله يكون معنا ومع الجميع. نعم يعني الوضع خصوصا بهيك وضع شتوي، يعني البرد والصقيع ما بيرحم، وخصوصا بالبلدات البعيدة اللي هي ما فيها موني وانا مجهزة بالإجمال. الله يعينك، الله يعينك صراحة. أنا ما حق بهذه المداخلة، ما أحكي عن المسؤولين لأنه هني بوادي والشعب بوادي. نعم. ما حيعملوا شيء، عم يزيدوا الطين باللي مثل ما بيقولوا. ما عنا كلايون لأنه نحكى كثير وما ما حدا رد. بس للأسف فعلا نحن بحاجة إلى تكافل اجتماعي أقوى من هيك. ولما بيكون الوضع المادي منهار ما بدك تعمل تكافل اجتماعي، ما بتقدر. يعني انا اذا جيت قلت له جاري قلت له انا شاعر فيك بردان بس ماني قادر اجيب له ميزوت، شو استفاد من كلمه بردان انا شاعر فيك؟ صحيح. ما 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 قادر يعمل شيء، ما قادر يعمل شيء. يعني نحن مثلا لو مثلا هالمنظمات الانجو هالجمعيات الكبيره تنظر لعكار بس بشيء خاص بالشتاء، ميزوت، غاز، مواد غذائية فقط، ما بدي أعكر أكثر من هيك. بس ما حدا عم يقول مينك أنت، للأسف ما حدا عم يقول مينك أنت. ويوميا عم نسمع معاناة، يوميا عم نسمع أمراض عم تصير أمراض معدية. هذه الأمراض لما يصير في انتشار لهالأمراض صار وباء، إذا الجرب انتشر صار وباء الجرب.
نعم، ممكن وأكيد تحكم أكيد الناس يعني ما عم مش تقدر يمكن إلا تستاهل. تحصل على ما في أمنية. ما تبقى من الحطب لحتى تسخن مي وتستحم بهيك. بس إذا انتشر ما بدك أدوية لإله؟ نعم، هي مين الأدوية؟ الأدوية ارتفاع الأساسية منا الأسعار، مؤمنة. استئذان الأدوية، يعني إحنا عم نعيش حالة بكل مواصفات ما في مقومات الحياة. بلبنان ما بقى في مقومات، خلص انهيار، صار انهيار كامل. إذا المدارس توقفت، هالطلاب وين بدها تروح بالكرة؟ نعم. تروح على السرقة، وما بدها تاكل. نعم. تصور يا أستاذ هادي لما يكون طفل بده يسرق من دكان بسكويت مشان ياكله، هذا الطفل اللي سرق هالبسكويت هذا لحتى ياكله، على بكره بصير عنده حاله نفسيه ما بقى يتخلى عن السرقه. صحيح، مين بتصير صار سبب انه يكون سارق؟ عادي خطيرة أكيد. عادي خطيره. الله يفرج عنا جميعا امين يعني، امين ويكون مع الجميع بهالشتاء امين 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 القارس والوضع المزري. وفعلا فعلا فعلا الله يفرج عنا وعن الجميع. أستاذ يحيى آمين آمين. الزعبي كان ناشط اجتماعي من الله عكار، الله يخليك، يكون معكم ويكون مع الله جميع يخليك، الله اللبنانيين، يا رب يا وطبعا رب. يشيل خلينا هالغيمة نطلع السوداء عن نطلع على درجة الجميع. هالمحنة اللي هو فيها بقى. إن شاء الله إن شاء هنعيش الله بس كرم، بكرامة الإنسان فقط. أكيد، ما حدا طالب أكتر من هيك. ما حنطلب منك أكثر من هيك. واحد أكيد، شكرا لإلك، الله يكون تسلم لي، معكم، الله مع يخليك، ألف الله يخليك، سلامة. يعطيك الله ألف معك. عافية. إلى الجنوب، كيف عم بيكون شتاء الجنوب؟ هل مع دفء ومع وقود أم بلا دفء ووقود؟ أيضا كيف الناس والعائلات اللبنانية عم تعيش هذه الفترة الشتوية بامتياز مع البرد القارس؟ هل عم تقدر تحصل على الدفء؟ وكيف عم تكون سبل العيش مع الموني أيضا؟ هل حضرت الموني كالمعتاد أم أنه الأزمات متلاحقة من شتاء إلى آخر؟ لنحكي أكثر مستمعينا ومشاهدينا ونتشارك أكثر. بينضم لنا الحاج خليل كوراني كرئيس بلدي في الجنوب اللبناني. حاج خليل، يسعد وقتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ هادي. برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وأيضا عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك بهمنا. حلقتنا حاج خليل اليوم تحت عنوان شتاء بلا دفء ووقود، شو بيعني لك هيدا العنوان كمواطن لبناني وشو بيحرك فيك قبل ما نحكي عن هالأزمات اللي عم تعيشوها؟ يعني هلأ شو ما حكيت أنت عن وضع لبنان بشكل عام، مش بس وضع الجنوب اللي عم طبعا تمر فيه البلاد، هو وضع كتير حساس وخطير جدا، خاصة بالنسبة للعائلات اللي هي بتعيش بالأماكن الجبلية، لأن احنا عم نحكي بقرية جبلية بامتياز بجنوب لبنان، ترتفع عن سطح البحر فوق 700 متر مثل بقية القرى الجبلية، واللي طبعا هي معتادة بفصل الشتاء تأمن مواد التدفئة إن كان من مازوت أو من غاز وخلافه. لكن هذا العام وكلنا بنعرف يعني المواد النفطية قديش عم ترتفع أسعارها، وكل يوم يعني حتى وصلت تانكة المازوت تجاوزت المليون، مع جرة الغاز فوق 600-700 ألف بدها توصل. نعم. يعني أكثر من 90% من أهلنا ما عاد فيهم يجيبوا هذه المواد من أجل التدفئة، فراحت الناس باتجاه يعني قطع الأشجار الحرشية، واللي هي نحن كتير بنحافظ عليها، وهذه هي مثل ما بقولوا يمكن المتنفس الوحيد للجبل. صحيح. لكن ما في خيار آخر. من هون طبعا ما في يمكن 10-15% اللي قاعدين يجيبوا مواد التدفئة من مازوت وخلافه، وبقية الناس راحت باتجاه قطع الأشجار. هذا بس بموضوع عم نحكي التدفئة يعني، لكن بتجي على المشاكل الثانية اللي هي يعني الحاجات اليومية اللي بدها تتأمن لهذه العائلات، وخاصة الناس اللي عايشة بهالقرى
وموارد جزءها يعني محصورة إما بالزراعة إما بأعمال يعني يدوية أو بشغل يعني مثل بقول يمكن مهن حرة وخاصة بارتفاع يمكن الجنوني لهذا الدولار، بكون عم يشتغل شغل بطل يشتغلها، يعني حتى أصحاب المهن توقف أشغالهم. من هون المعاناة كبيرة يعني ومتشعب، إلى الجانب ذلك كمان أضراب المدارس الرسمية واللي هيدي مدرسة الفقير، مدرسة الفلاح، مدرسة المزارع، بطل أولاده بيقدروا يروحوا على المدرسة ليتعلموا. ترجع عندك خي كمان عندك يعني موضوع الطبابة الصحة، ما حدا قادر يروح يمكن على مستشفى أو مراجعة لعند دكتور. يعني أول شيء يمكن يعني زيارة الطبيب، ما في طبيب بقلب القرية، تنزل على المدينة، مشوار الطريق مكلف. كمان يمكن تعرفي للطبيب، خاصة هلا يمكن صارت هلا تعرفي بال400,000 طلوع الدواء. إذا بتجيب دواء لطفل عنده يقي يمكن نزلة برد أو عنده هيك يمكن بعض اللي بتقول يمكن الأمراض العادية اللي بتصير بكل فصل شتاء للأطفال، يعني ألا دواء بده يتجاوز سعره المليون. بقى كل هذه الأمور مجتمعة بنقول الوضع كتير سيء، الوضع كتير ضاغط على الناس، ونتمنى نحن كرؤساء بلديات أن يستقر وضع البلد وتم انتخاب رئيس الجمهورية واتفقوا على صيغة عرفت لإنقاذ هذا البلد من هذا الوضع الصعب اللي عم نعيشه. نعم. ونتمنى يعني كمان بعد ما عم نقول بعدين مع أحد الإخوة بنقوله رب ضارة النافعة، نحن في عنا ضرر بفصل هذا الشتاء اللي نحن منتظرين منه المطر والخير لكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى أخر شوي لحتى يخفف على الناس البرد القارس. نعم بهذا التأس. يعني هلا نحن قاعدين برا والشمس طالعة، يعني هيدا الشيء بيخلي الطاقة الشمسية تشتغل شوي لأنه عادة بتكون معطلة بالشتاء. نعم إيه يعني نحن رحنا من مطرح على مطرح، نحن بنتمنى دائما الشتاء والثلج لأنه هولي مخزوننا للعام كله. لا يعني نحن إذا ما صار في شتاء ما صار في ثلج بهالجبال ما بتخزن الأرض مياه لحتى نكمل بقية الفصل الآخر اللي هو ربيع وصيف، لما نحتاج نحن هذه الثروة المائية، وخاصة القرى اللي هي موجودة بمناطق تعتمد على الزراعة. صحيح. بقى إن شاء الله بنقول نحن. طيب على صعيد الموني حاج خليل حكي لنا عن الدفء. على صعيد الموني نحن الحمد لله أهلنا المزارعين يعني كل شغلهم بالصيف هو تجهيز هذه الموني لأنه ما عندهم بديل عنا. يعني بيضلهم كل الصيفي يشتغلوا إن كان بالزراعة أو إذا بيشتري مثلا من المزارع عرفت ما يمكن يحتاجوا بالشتاء إن كان من حبوب أو إن كان من غير حبوب حتى يمون فيه البيت، حتى إذا وصل لمرحلة ما قدر يشتغل يكون هالموني هيدي عم تسد يعني متقولوا حاجة معينة، وخاصة بالوقت الصعب اللي عم نعيشه. نعم. الموني إن شاء الله يعني بأغلب البيوت صارت تقريبا هي الشغل الشاغل للناس، وخاصة الناس اللي عايشين بالقرى. نحن بنختلف عن المدينة، يعني كل اللي عايشين بالقرى بمونوا. صحيح. يعني عندهم فصل الصيف هو فصل للتموين. وبيسألوا بعضهم وين في مواد، يعني صاروا يمونوا، عم نحكي بالعدس، عم نحكي بالفاصوليا، عم نحكي بالفول، عم نحكي بالحمص، عم نحكي بالحبوب من 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 أنواعها، عدا عن مثلا الزيت والزيتون والمربيات وكل شيء بيتمون، فصارت الناس عم تشتغل عليه وبكفاءتي. طيب ما في بيت إلا ما تلاقي تيمون. نعم. اليوم حاج خليل، هل بعد قادر الناس يعني بالمناطق والبلدات سواء الجنوبية أو غير الجنوبية إنها تموم مثل السابق بنفس الأنواع بنفس الكميات تحضيرا لفصل الشتاء، أم إنه تم التعديل واختلفت الأمور شوي؟ لا هو طبعا مش مثل السابق، يعني هلأ كله بحساب، وطبعا نحن بموضوع التموين وخاصة اللي ما بيزرع بإيده يعني حق مبلغ الموني صار، يعني هلأ كيلو الزعتر
تجاوز 400-500 ألف. هذا كان بالسابق يعني يطلع له 10,000 ليرة، هلا بال500 وطلوع. يعني كان بالاول يمون له 5-6 كيلات زعتر، هلا يمكن بمون كيلو، كيلو ونص، كيليين حسب امكانياته. نفس الشيء بالنسبه للقمح، لانه القمح طبعا بيعمل منه سميد الناعم والخشن للطبخ. هذا هذا تجاوز 700-800 ألف المد اللي هو يعني بيقولوا يمكن 14 كيلو، يعني 14 كيلو صار كيلو بال50 ألف وطلوع. نعم. كل هذه المواد، كمان الزيتون كمان تجاوز سعره 50-60 ألف الكيلو. المربيات، هذا يعني المربى الكيلو هذا يعني أصغر حجم، هو ما بيطلع كيلو، هذا مثلا إن كان مربى بندورة أو غيره كمان بتجاوز 400 ألف سعره. ايه صارت الموني مكلفي، منا يعني باسعار مقبوله، بس بده مون، يعني ما عنده بديل. عم يعتمدوا على الارض وعلى الزراعه بالاجمال. بالضبط. انا بقول لك هي اللي انا بمونهم، اقل هني موجودين بالبيت، ما بدي روح انا على تعاونيه لحتى اشتري هون وتكلف كمان نقل ورايح وجاي. صارت الناس تعمل حساب للنقل اكثر ما تعمل حساب صحيح للمشترى. يعني في ناس صارت تفضل ان تشتري من الدكان، رغم ما انه طبعا بتعرف اسعار انت الدكان بالمفرغ غير التعاونيه بالجمل. صحيح. فروقات، بس بقول لك منشان ما انتقل من القريه على المدينه على التعاونيه كبيره وما ادفعش مليون ليره نقل، عرفت؟ بيشتري من هون والله بيعين. هلا كل هذه الامور مجتمعه يا استاذ هادي، يعني كلياته هيدا يعني لمرحله او ل يعني يقطع هذا الوضع اللي نحن عم نعيشه بأقل خسائر. حتى يعني نشوف لوين بدنا نوصل. نعم. بس هل فينا نكمل هيك؟ هون السؤال. نعم. يعني في فيها الناس تتحمل بعد أكثر من هيك، يعني حاجة وضغط نعم، خصوصا بهيك فصل شتوي بامتياز. يعني فيها الناس بتتحمل يعني. نعم. يعني نحن من 17 تشرين ونحن بنسمع من المسؤولين خلال 3 أشهر البلد بده يتدمر. صرنا بالسنة الرابعة وبعدين بيقولوا رح يتدمر، ما دمرتونا. صحيح. يعني أكثر من هيك تدمير للأسف الوضع عم بيكون صعب. الله يكون مع الجميع بكافة المناطق اللبنانية. الحاج خليل كوراني كرئيس بلدية بالجنوب، شكرا لمشاركتك معنا. الله يكون معكم، يدفي الكل ويأمن دايما الموني للكل حتى الناس ما تحتاج بهيك وضع هالقد استثنائي وصعب وبهيك الشتاء ما بيرحم. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك دائما. شكرا لك، شكرا لإذاعة البشائر على هذه البرامج اللي هي حقيقة نحن بحاجتها. وأول شيء نحن بنتشكرك، يعني دائما موجود مع كل حاجة أهلنا. الله يعطيك العافية، موفقين إن شاء الله يا أستاذ هادي. شكرا لك، مع ألف سلامة. الله معك. ونتواصل أكثر حول موضوعنا لليوم مستمعينا ومشاهدينا. بتنضم لنا الأستاذ أرزي زيدان كمواطنة لبنانية من صغرتها. أستاذ أرزي، يسعد وقتك بكل الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور أستاذ هادي. صباح النور، كيف صحتك؟ طمنينا عنك. الحمد لله. يعني حلقتنا لليوم تحت عنوان شتاء بلا دفء ووقود، وأكيد تحياتنا يعني اليوم لكل الناس اللي هني عن جد صامدين بهالشتاء وعم يتحملوا اليوم. يعني هل شتائنا في دفء ووقود أستاذي أرزي، أو كيف عم بيكون الوضع خصوصا عندكم بصغرتا؟ الوضع عندنا كتير مثل المناطق الجبلية، وبالأخص نحن هلأ عنه بمنطقة أعلى من صغرتها شوي. يعني نحن هلأ بحدود تقريبا 350-1400 متر. نعم. فلات كتير صعبة بها هلأ، والتأمين المواد التدفئة مثل مازوت مثل بنزين وصعب كتير، والعالم كتير وضع ضيق يعني بالنسبة للوضع.
نعم، كيف عم بيكون الشتي عندكم؟ يعني هل الناس قادرة تتدفى؟ لأنه اليوم المازوت غالي، الغاز غالي، الحطب غالي، كل شيء عم بيكون غالي بالإجمال، أمور الطاقة والوقود. صحيح. والله عم نرجعنا على الحساب، ردينا ركبنا عزومات بدل فن من المدن الاستزهادي. نعم. لهيك يعني عنا الحطب، وبرضه يعني اللي ما عنده حطب هو تقيس من جنينته، وما فينا نصلنا لحروج لانه شيء حرام هيدا. عم تشتري العالم من محلات، وعم بيكون تقريبا سعره بيوازي المازوت. نعم، منه رخيص عم بيكون. لا منه رخيص ابدا، هو العالم مثل ما بتعرف بس بدها تامن التدفئه، لانه اذا ما في نعم، الوضع منه سهل عم بيكون. صحيح، كثير صعب عم بيكون الوضع. ولهيك لسه نشكر الله، شيء صعب. ولهيك مع كل شيء انه سينا بمناطق جبليه بنقدر نأمن من الأراضي من عنا نحن نزرع. نعم، لما بتجتمعوا سوا يا أستاذي أرزي كعائلات، قد ايه المعاناة كبيرة عم تكون، انه هيدا الشتاء صعب عم بيكون على الناس. الأرحم وقت بيكون فيه انه شوي مقبولة، بس صار غالية لهيك العالم ما عم تقدر تأمن كل شيء. نعم، إذا بتظبطي وقفتك أكثر أستاذي أرزي كربال الإرسال لو سمحتي. أوكي. نعم، بالنسبة للمونة عادة بالمناطق اللبنانية الجبلية والبعيدة أستاذي أرزي، اعتادت العائلات اللبنانية أنها تأمن مونة وتجهز مونة للشتاء، لأنه يمكن ما بيقدروا يطلعوا من بيوتهم بالإجمال، يعني بيكون في ثلوج وإلى ما هنالك. قد ايه بعدكم بتقدروا تمونوا مثل بالسابق؟ هلا عم نمون منو مثل السابق، بس عم نمون كوننا نحن هون يعني بحكي بتاع ضياعتنا، كوننا نحن هون بنعمل نحن بنزرع. نعم، هلا كل شيء نحن بنزرعه بنأمن منه بكميه. نعم، بنقدر نتأمنه، بس الاشياء اللي ما فينا نأمنها مثلا في ايش مثل الزيت، هيدا انه كمان المواد الاوليه والطحين والاشياء هاي ما بتتامن عنا، لانه ما عندنا زراعه لا ولا عندنا منطقه بالجبل. صحيح، الاشياء اللي بنشتريها هيدي صعبه. الزيوت النباتيه كمان صار سعرها كمان غالي، بوزي سعر زيت الزيتون. بس من تالي نقول انه الصين ارحم من المدن، عم نقدر من حياتنا هوني. يمكن بال بالمدة الصيفية. نعم، يعني مش ما تعرف انه بتضيع بتزرع ببركة الأرض. أكيد بحضروا كل شيء مشان الشتي. صحيح. طيب بعدكم عم تحضروا نفس المونة أستاذي أرزي، ولا اختلفت صارت أقل الكميات، أقل أنواع، في أنواع يمكن ما بقى عم تقدروا تعملوها؟ استاذي ارزي عم تسمعينا؟ نحن بنأمن اشياء بالفريزر، مثلا انه نعمل من الخضره تبعت الزبيعه. نعم، نأمنها بالفريزرات وهيك. هلا نشكر الله ما في كهرباء، والمواتير مش عم تتأمن مزبوط مثل الكهرباء. لهيك ما عم نسترجع نحط اشياء بالفريزر، يعني انه عم غير انه في مصروف كمان بالاجمال. أكيد. على الاشتراكات. أكيد. والى أكيد. ما هنالك مصروف غالي على الاشتراكات، ومش عم يعطونا اياه مثل ما لازم. اكيد مثل ما لازم. الله يكون معكم بهالشتي القاسي، وان شاء الله هالازمه بتبعد عنا بقى. بكل هالصعوبة اللي عم نعيشها، الأستاذي أرزي زيدان كمواطنة لبنانية من زغرتا، جزيل الشكر لك على مشاركتك معنا لليوم، وتحيتنا أكيد لأهلنا وأحبتنا
عندك، والله يكون معكم دايما. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك، هذه مشكلة للإذاعة ولبرنامجك الحلو. شكرا لك، مع ألف سلامة والله معك. معاناة متعددة للأسف مستمعينا ومشاهدينا من كافة المناطق اللبنانية، فعلا شتاء بلا دفء ووقود وبلا موني أكيد كالمعتاد. اللبنانيين عندهم الكثير من المعاناة مع هذا الشتاء. الله يبعد هالأزمات بقى عنا وتنفرج الأمور أكثر، لأنه الوضع للأسف عم بيكون صعب، خصوصا بهيك طبعا موسم شتوي بامتياز. بختام حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا، شكرا لمتابعتكم. تحيات زملاء هذه الفترة من الإخراج الإذاعي وأيضا من الإخراج التلفزيوني، وتحياتي دائما لكم. هادي مكنا أعدادا وتقديما، نلتقي الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد. الله يكون معكم وإلى اللقاء.